بسيط جدا، يعني شروط روسيا ربما أو البعض منها كانت معروفة. هناك شرط عسكري واحد وشرطين سياسيين. أولا، النقطة الأولى هي ما ورد في خطاب رئيس بوتين الذي قالها وألقاها في أو قبل أن تبدأ العملية العسكرية للجيش الروسي في أوكرانيا، وهذا الهدف يتمثل في ما أسماه الرئيس الروسي بنزع السلاح من أوكرانيا أو تجريد أوكرانيا من السلاح. وهدفين سياسيين آخرين هما ربما كما جاء ذلك، أو الهدف الثاني الذي ورد أيضا في خطاب الرئيس الروسي هو محاسبة النازيين الجدد أو من أسماهم بالنازيين الجدد، والذين سيطر البعض منهم على السلطة في أوكرانيا بنتيجة الانقلاب الذي حدث في عام 2014. طبعا هذه هي من وجهة نظر الروسية. وأيضا هناك هدف ربما سوف يعتبر أو يمكن اعتباره أساسا للتوافق بين موقفي روسيا وأوكرانيا، وهو منح أوكرانيا أو إعلان أوكرانيا عن أنها تقبل بالوضع الحيادي سياسيا. فهذا الاقتراح يمكن مناقشته، ويبدو أن هناك توافق قريب جدا من الطرفين، وبالتالي هل تلقت روسيا تجاوبا أوكرانيا بهذا الخصوص، مسألة أنها تكون محايدة؟ نعم، لأن هناك كانت تسريبات من ديوان الرئاسة الأوكراني، وأحد مستشاري الرئيس الأوكراني قال إن كييف على استعداد لمناقشة هذا الملف، ملف إعلان أوكرانيا دولة حياديا، وطبعا تحت حماية دول الضامنة التي تضمن سلامة أراضي أوكرانيا ووحدة أراضيها وسيادتها. هذا الموضوع قابل للنقاش، وأعتقد لكن سيد سيدروف، يعني هذا يتنافى مع هذه المقاومة التي توصف بأنها مقاومة صلبة من الأوكرانيين ومن الرئيس زلنسكي. لا طبعا، ولكن لا أعتقد بأن لدى الأوكرانيين أي وسائل أخرى سوى الدفاع عن أوكرانيا، فيما إذا كانوا بالفعل يصطدمون بهذا الزحف وهذا الهجوم. المشكلة بالنسبة لنا في روسيا أن هناك ربما يعني شحة الأنباء المتعلقة بسير العمليات العسكرية التي تجري على الأرض يوميا. لا نرى إلا ربما بيانين مقتضبين جدا من وزارة الدفاع، ويمنع الاستناد إلى أي مصادر أخرى، لأنها في وجهة نظر موسكو تعتبر أنباء ضعيفة أو فيك نيوز كما تسمى. وهذا يعني أن علينا أن نستند فقط إلى الأنباء التي طيب تعبر.